دي إيزابيلا سوان الشهيرة بيلا، إنسانة رقيقة وطموحة عندها 17 سنة وعايشة في فينيكس مع أمها المنفصل عن أبوها. أمها زي أي قطة صغيرة نفسها تحب وتتحب، فبتصاحب عيل صغير وبتتجوزه وبتروح تقول لبنتها بيلا أنت عارفة إن التعبان بيتخلى عن عياله بعد ما بيبيضهم صح؟ فبيلا قالت لها آه دي حياة علمية فعلا. فأمها قالت لها أنا الثعبان، وبتسافر في رحلة مع جوزها. فبتروح إيزابيلا تعيش في بلدة صغيرة في واشنطن اسمها فوركس مع باباها اللي شغال مأمور الاسم بتاع القرية. بتروح بيلا بيتها اللي هناك وبتقعد في أوضتها اللي هناك، وبتبص من شباكها اللي هناك فبتلاقي موز واقف تحت هناك، وبيعرفها بنفسه ويقول لها ازيك أنا جيكوب كنت بلعب بيلي زمان معاكي وإحنا عيال صغيرين. وبيقوم مفاجئها باباها بعربية نص نقل هدية عشان تروح بيها المدرسة. فبتقول له إيه ده يا بابا؟ فبيقول لها دي الحمرة اللي هتجيب لك الحمرة. بتحمل بيلا وتطلع على المدرسة بالنص نقل بتاعتها، وهناك بتتعرف على عيل تحبيب في نفسه كده اسمه إيريك، بيعرفها على زمايله جيسيكا وصاحبها مايك. فبيلا بتهزر معاه وتقول له كيس أور سلاب. فبيجي تايلر طالب معاهم في المدرسة يقول لها ايه ده بص الذباب، ويقوم جاري. وبيلفت انتباه بيلا 4 ملايات بيضة داخلين المدرسة. فبتسأل مايك هم دول ممسكين أداب ولا ايه دول؟ قال لها لا يا ست دول أفراد عيلة كولين الكريمة، ودول ما بيكلموش حد وما بيختلطوش بحد، وأغنية واستغفر الله العظيم بيعيشوا ويحبوا ويصاحبوا بعض. وبيدخل وراهم واحد اسمه ادوارد واخد من القمر لونه وبيبص لبيلا كده، فبيلا بتبص له. بتدخل بيلا الحصه وما بتلاقيش مكان فاضي غير في الديسك اللي جنب القمر، فادوارد اول ما بتقرب منه كده فبيحصل له مد وجزر وما بيعرفش يمسك نفسه، فيقوم سايب الديسك ويبص لبيلا كده قبل ما يمشي، فبيلا بتبص له. وبتستغرب بيلا من رد فعل ادوارد وبتقرر انها تروح تساله ايه اللي مخليه قرفان منها كده. وبتيجي تاني يوم تستنى وصول آل كولين الروشين اللي بيجوا في عربيه روشه وبينطوا منها نطه روشه، وبتبص على القمر بتلاقي ما جاش، وتاني يوم ما جاش. وبيفضل ادوارد مختفي اسبوع لحد ما بتدخل الحصه في يوم بتلاقيه على نفس الديسك، فبتروح تقعد جنبه وتقول له القمر كان في حاله كسوف بقاله اسبوع ليه؟ فابتسم كده وقال لها معلش اصلي خجول شويه فتلاقيني لما بتكسف كده بتكسف. وبيتمشى معاها في الطرقه بتاعه المدرسه وبتحكي له عن ظروفها وسبب نقلها الفوركس، فادوارد بيقول لها وانتي كده مش سعيده؟ فبيلا بتقول له في يا ادوارد انت باصص كده ليه وبتتكلم كده ليه؟ قال لها معلش انا اسف بس بودره التلك اللي حاطينها لي دي خانقاني شويه. وبتلاحظ بيلا ان ادوارد لونه عينيه اتغير، ولما بتساله عن السبب بيسيبها ويمشي. بعدها بكام يوم وبيلا بتراقب ادوارد هو والوان عينيه المختلفه، بيدخل عليها تايلر بالميكروباص بتاعه ويقول لها انا محدش يحمل قبلي، ولسه هيخبط فيها، فيقوم ادوارد ظاهر جنبها مره واحده وحايش العربيه عنها بايده القويه عربيه. فبتتخض بيلا كده وما بتستوعبش اللي حصل، فبيقول لها دي رساله لكل الناس اللي مش عاجبها دور الفيلم الجديد، ويقوم سايبها وماشي. بيودوا بيلا المستشفى وبيروح لها باباها هناك وهو مذعور اللي هو بنتي فين، فبتقول له انا سليمه اهو يا بابا. فيقوم باصص لتايلر اللي خبطها ويقول له بنتي فين، فيقول له ما هي سليمه اهو يا انكل. وبيدخل عليهم الرجل الابيض اللي بيطلع دكتور كولين ابو ادوارد، فابو بيلا بيقول له بنتي فين، فالدكتور بيقول له بنتك هي سليمه، قال له الله يطمنك والله يا دكتور. بيطلعوا رحله تبع المدرسه للقناطر الخيريه بتاعت واشنطن، وهناك بيلا بتسال ادوارد عن اللي حصل وانه ازاي قوي كده، فبيقول لها انه عنده حاجه اسمها اندفاع في الادرينالين بتخليه جامد تنين، ودي بتيجي لما بيشوف حد بيحبه في خطر. وبيقول لها بيلا احنا مش هينفع نبقى اصحاب تاني. وبتروح البيت وهي متضايقه، فباباها اول ما بيشوفها بيقول لها بنتي فين. بيرجع ادوارد يتكلم معاها تاني، فبتقول له كفايه هرمونات بقى مش عارف اعيش حياتي. فبيقول لها صدقيني يا بنتي انت لو عرفت الحقيقه هتعذريني، فبتقول له عرفني، فقال لها اعذريني. وبيبص كده لبيلا، فبيلا بتبص له ويقوم سايبها وماشي. بتروح بيلا تتفسح مع صديقاتها في بورت انجلس، وبتسيبهم عشان تروح تشتري من مكتبه هناك كتاب بيتكلم عن مصاص الدماء اللي شك ان القمر منهم. وهي طالعه من المكتبه بيتحرش بيها شويه ذئاب بشريه ولسه هيغتصبوها، بتدخل عربيه البطل وبينزل منها البطل اللي بينقذ البطله، وبيروح يعزمها على العشاء. وبيلا بتقول له ما بسم الله، فقال لها مش هينفع اكل والله انت عارفه الدايت بتاع الشخصيه الجديده وكده، كريستيان بيل مش احسن مني انت فاهمه. وبتستغرب وبتقول له انت عرفتي مكاني منين؟ قال لها حبيبتي انا بقرا افكار الناس، والناس دي كانوا عايزين منك حاجات وحشه، فسالته طب انا بفكر في ايه دلوقتي؟ قام بص لها كده وركز كده عشان يقرا افكارها كده، وقام اتصدم فجاه كده وراح قال لها بيلا انا اللي هحاسب مالك مخضوضه كده ليه؟ بتقرا بيلا في الكتاب اللي اشتريته، وبعد بحث مضني بتتوصل للحقيقه، حبيبي مصاص دماء، وبتقرر تواجهه بالحقيقه وبتقول له انا عرفت كل حاجه يا استاذ. فبيبص لها وبيضحك كده ويقول لها قوليها بصوت عايز اسمعها منك. فبتقوم كريستين ستيوارت تبص لروبرت باتنسون كده وتقول له روبرت هو انت بتأدي كده ليه؟ فقال لها حاولت والله بس للاسف انتهت كل حلول التمثيل، الامر متروك للساوند افكت. وبياخدها لمكان مشمس وبيقول لها الشمس بتبين حقيقتي، وبيوريها ان الشمس بتعمل ايه في جسمه. فبتقول له ايه ده وشك بيلمع زي الالماز، لف كده ووريني، واو فظيعه بشرتك. بيعترف لها بلمعه انه مصاص دماء وانه تقريبا بقاله بتاع 90 سنه عايش من ساعه ما مات. بيفضل يتنطط لها في الغابه ويعمل لها سبيد شو ويقول
بتقول لها انا قتلت ناس قبل كده وان ريحتك مجنناني عشان كده كنت بتهرب منك لاني هموت واكل منك حته من الوركه او السد. قالت له ما انت ممكن تاكله في الحلال عادي، انا بحبك ومش هتخلى عنك يا ادوارد. فيوم ادوارد باصص لبيلا كده ويقول لها كنت فين يا لحمه قبل ما نبقى نباتيين. وبتتحول قصه حبهم للعلن، وتاني يوم بيوصل بيلا للمدرسه بعربيته. فاول ما ينزلوا بيحصل هرج ومرج ويلاقوا المدرسه كلها بتبص لهم. فبيلا بتقول له هو في ايه، هو كلهم بحلق كده ليه؟ فادوارد قال لها مش واخده بالك ان النظاره عامله شغل. بتتصل القطه ام بيلا ببنتها وتسالها على عيشه في فوركس عامله ايه. فبتقول لها تحفه تحفه انا حبيت. فبتقول لها حبيتي مين يا بت؟ قالت لها لا حبيت القعده. ومره واحده بتلاقي القعده عندها في الاوضه، فبتتخض وتزعق له وتقول له انت كل شويه تطلع لي في الاوضه وانا نايمه، عايز ايه يا عم البورس انت؟ قال لها انا عايز البورس بلاد غراق. فقالت له كل ليك بلا استثناء. ولسه بيبتدوا يلدغوا بعض، فيقوم طاير كده ويقول لها الحوار صعب مش قادر اسيطر على نفسي. قالت له تعالى هنا يا عم الخفاش احنا لسه هنتشعبط على الحيط، المهم تسيطر عليا انا. وبتساله كده هو في حضنها طول السنين دي كلها ايه اكتر حاجه شفتها في حياتك؟ قام باصص لها كده وقال لها يا اكتر حاجه شفتها طول السنين دي هي صورتي في المرايه. وبتصحى بيلا تاني يوم وتنزل لباباها وتقول له انها ماشيه مع الواد ادوارد كولين ابو عيون كروما، والواد ده عايز يقابلك. وبيروح ادوارد الانكل سوان يقول له احنا كلنا معانا ربنا في القعده دي يا عمي. فعمه بيقول له ناوي على ايه يا ابني؟ فابنه قال له ناوي اطلب منك ان ربه الصول والعفاف الانسه بيلا تيجي تقضي اليوم عندي في البيت حضرتك. فانكل قال له بنتي فين؟ وبياخدها ادوارد عشان تتفرج على الخفافيش وهما بيلعبوا بيسبول، وبيطلب منها تحكم في الماتش. وبيدخل تلات اغراب كده ارض الملعب، فايزابيلا بتقول لهم تسلل. فادوارد بيقولها تسلل ايه ده هناك في الكوره، دول شموا ريحتك وجايين ياكلوكي. وبيقوم ادوارد باصص لهم كده بصه ثاقبه، فبياخدوا بعضهم ويمشوا. وبيعرف ادوارد ان واحد منهم اسمه جيمس ضربت في دماغه ياكل بيلا. فيوم ادوارد وعيلته الكريمه حاطين خطه عشان يهربوها، وبتاخدها اليس كولين عشان تخبيها، فبيقول لها اوعي الشيطان يوزك وترقاش البيت. وبيعمل جيمس كمين في بيلا وبيستدرجها لحد عنده بعد ما افتكرته هياكل امها. فيقوم هاجم عليها، فبتقول له استنى يا كابتن والنبي ما تاكلنيش لحد ما ارشك بالشطه اللي ابويا كان مديها لي والنبي. فيقوم ضاربها ولسه بيقول هم يا جمل، فيدخل عليهم ادوارد ويقول له معقوله يا نجوميه هتاكل كده من غير ما تسمي؟ فيقوم باصص لبيلا كده، فبيلا كمان بتبص له. وتبتدي العركه بينهم اللي في وسطها ادوارد بيشوف الدم في ايد بيلا كده فبيضعف، فتقول له ما تتفضل انت كمان ما هينقصاك. وبتوصل باقي عيله كولين وبيقتلوا جيمس ويحرقوه، وبيرجعوا لبيلا اللي اكتشفوا ان جيمس عضها قبل ما الله يرحمه. وبيعملوا برين ستورمنج كده اللي هو نسيبها تتحول لفامباير ولا ننقذها. فبيلا بتقول لهم يا ريتني كنت حله تيفال، على الاقل كنتوا هتخافوا تجرحوني. فقام ادوارد ساحب السم من دمها وبينقذها من الضياع. وبتفوق بيلا وتلاقي نفسها في المستشفى والقطه جنبها، فبتقول لها انها قررت تكمل باقي دراستها هنا في فوركس. وبيروح ياخدها من باباها عشان تحضر معاه حفله التخرج، ويقول له كلنا معانا ربنا في القعده دي يا عمي، وياخدها كاديت لي في الحفله. وبتقابل جيكوب اللي بيطلع لها من ورا شجره، فتساله انت جاي البروم معاك حته انت كمان؟ قال لها لا للاسف معيش. قالت له ما لازم باللي انت لابسه ده. فيقول لها بقول لك انت لازم تسمعي كلامي، بابايا بعتني اقول لك انك لازم تفركشي مع ادوارد عشان مصلحتك. فبيلا قالت له صرمكم مشكور. وبيجي ادوارد ياخدها ويبص لجيكوب بقرف كده، فجيكوب كمان بيبص له. وفي حفل البروم بيا سهر الليالي مع بعض، وبتقول له ادوارد انت الحب اللي في التوب، واي حد هيحاول يفرق بيننا هنقول له ستوب وهنعمل له من حياتنا كروب. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده والقديمه، وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج لنا الفيديو ده. يلا خليها علينا، سلام.